مشاهدينا ورجعنا لكم وهنبتدي فقرات طعم البيوت اللي دايما بتكون في الحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها، في الحاجات اللي دايما بتكون بتهمكم، زي طبعا موضوعات المراه، زي موضوعات المهمه جدا اجتماعيا، واكيد كمان بنهتم كمان بكل حاجه فيها تقدير، تقدير من اي شكل وباي شكل. عشان كده احنا دلوقتي هيكون معانا تقرير وهو عن احتفاليه المركز القومي للبحوث بتكريم الحاصلين على جوائز الدوله لعام 2021 و2022. نروح مشاهدينا ورجعنا لكم وبنتكلم النهارده الحقيقه في موضوع مهم جدا، موضوع يهم جدا تنميه المواطن ويهم جدا تقديم خدمات مختلفه ومشروعات صغيره ودعمه في جوانب حياتيه مختلفه. النهارده هنتكلم عن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وهنتكلم عن اهميته، هنتكلم عن تفاصيله، هنتكلم عن الاهداف اللي بالفعل تم تنفيذها على ارض الواقع والخدمات اللي بتقدم، وعلى كمان هو منتشر في تقريبا محافظات مصر كلها. سعدنا دلوقتي ان يكون معانا الكاتب الصحفي أستاذ عصام عبد الرحمن، وهو مدير تحرير بمؤسسة أخبار اليوم وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا ومنورنا في طعم البيوت. تسلمي، وأهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. الحقيقة في الفترة الأخيرة ابتدينا نسمع مصطلح التحالف الوطني بشكل كبير، في مننا كتير عارف معناه وعارف تفاصيله وعارف إيه الخدمات اللي بتقدم ليه، وفي كتير لحد دلوقتي ممكن يكون مش عارف يعني إيه تحالف وطني. فخلينا كده في البداية نتعرف على معنى المصطلح ايه واهم اهدافه. في مارس 22 في او بدايات عام خصصه السيد الرئيس للمجتمع المدني، السيد الرئيس اطلق دعوه لتكاتف المجتمع المدني بشكل عام، كبريات مؤسسات المجتمع المدني تحت رايه ومظله واحده. المؤسسات كبريات المؤسسات العمل الاهلي المدني المصريه استجابت للدعوه بشكل سريع، كونت وشكلت ما بينها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. من مارس 22 وحتى اليوم انطلق التحالف مستهدف اربع محاور رئيسيه. مستهدف في البدايه تقديم خدمات نوعيه عاجله للمتضررين من الأزمات والكوارث، تقديم خدمات في جانب التمكين الاقتصادي للارتقاء بالأسر أو السيدة المعيلة وكل الشرائح الأكثر احتياجا على جميل. السلم الاجتماعي، من الخدمات النوعية اللي تمكن كل المستهدفين اجتماعيا. الأربع محاور كانوا دايما نصب عين التحالف من بداية انطلاقه حتى اليوم، عشانهم وعشان تنفيذهم على الأرض التحالف أطلق عديد من المبادرات المجتمعية اللي حظيت باهتمام غير مسبوق وتم تنفيذها بدقة ونجحت في تحقيق مستهدفاتها، بل بعض المبادرات يعني الحقيقة حققت أضعاف مستهدفها، زي مبادرة كتف بكتف اللي انطلقت في قبل رمضان واستطاعت أنها توصل ملايين من المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، واللي جت كمان بالتزامن مع اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية اللي سابت تداعيات كبيرة على كل العالم، وإحنا في مصر يعني ما كناش بعيد عن الأزمة، بنتأثر زي كل دول العالم. عالم شرائح كتير اتأثرت بالأزمة، اتأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة مع ثبات الدخل أو انعدامه في بعض الأحيان. كل ده كان لابد أن التحالف ينطلق وبسرعة وباستجابة لتحفيز السيد الرئيس والقيادة السياسية، كان لابد أنه يبقى في حراك سريع داخل التحالف عشان يطلق مبادرة أرى أنها من بين أهم المبادرات اللي أطلقت في السنوات القليلة الماضية لدعم وتلبية الاحتياجات الغذائية للشرائح الأولى بالرعاية، مبادرة كتف بكتف، بنلبي الاحتياج. وبالتالي غياب قاعدة البيانات كان مشكلة كبيرة بتواجه المجتمع المدني، عشان كده التحالف انطلق في توحيد قاعدة البيانات عشان الكل يستفيد بذات الخدمات. وفي نفس الوقت من أهم مزايا قاعدة البيانات إنها قاعدة بيانات مضيئة ومرنة. مضيئة بمعنى إنها بتعكس لي الاحتياج الحقيقي للمواطن المستهدف، عدد أفراد أسرته وطبيعة النشاط الاقتصادي اللي هو بيتكسب منه إذا وجد أو غيابه، إذا ما كانش فيه نشاط اقتصادي، طبيعة المعيل في الأسرة إذا كان رب الأسرة
الأسرة، إذا كانت السيدة في الأسر الأرامل والمطلقات، إذا كان لا يوجد عائل للأسرة والأسرة تتكون فقط من أطفال أو حتى فتيان وفتيات، كل ده الحقيقة احنا بنعتبره في المجتمع المدني انها مؤشرات مضيئة بتدي رجعة مع وزارة التضامن الاجتماعي، فكان هنا مصدر قوة لقاعدة البيانات. برضو خليني اوضح النقطة دي، يعني ايه قاعدة بيانات مرنة؟ يعني على مدار الشهور ممكن بتدخل أسر طبعا بتدخل أسر دوائر الاحتياج، والحقيقة اللي كان لابد من تيقن او لابد من ضمها للأسر المستهدفة بشكل سريع، كمان بتخرج أسر من دوائر العزل بفضل جهود الدولة بشكل عام وبفضل جهود المجتمع المدني نفسه في محاور تانية زي التمكين الاقتصادي. جميل. أسرة طب هنيجي بقى عند التمكين الاقتصادي، ودايما من خلال تعامل البيوت بنهتم جدا باي حاجه تخص المراه وباي حاجه بتدعم المراه، ولو هنتكلم عن التحالف الوطني هو اكيد برضو بيدعم المراه المصريه والمراه المعيله وبيساعدها في انشاء مشروعات صغيره، فحضرتك كلمني برضو عن الدعم للمراه اللي بيوصل لها من خلال التحالف. طيب الحقيقه التحالف طبعا اهتم بشكل كبير بالمراه واولويه يعني مقدمه الاهتمام بكل شرائح المراه. التمكين الاقتصادي للمرأة هدف كبير اهتم به التحالف من خلال توفير فرص دخل جيدة للسيدات المعيلات. جميل. ازاي تتوفر فرص الدخل؟ من خلال تدريبهم وتأهيلهم على احتراف بعض الحرف اللي تناسب طبيعتهم وتناسب ظروفهم المعيشية، كمان الحرف التراثية. ادرب الست القروية، أشتغل معاها على أنها تبقى محترفة لصناعة مشغولات يدوية، أشتغل معاها على تسويق منتجاتها، أديها بقى أنوال وفرص للشغل داخل بيتها عشان تبقى وهي شغالة في 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 وهي شغالة شايفة مصالحها وشايفة بيتها ومراعية ظروف إنها شرقية وإنها موجودة في قرية. والحقيقة النموذج ده اشتغلت عليه إحدى مؤسسات التحالف، هي مؤسسة صناع الخير، بكفاءة من خلال مراكز استدامة لدعم وتأهيل وتدريب المرأة الريفية. مراكز استدامة قدمت نماذج جيدة جدا وكانت عرضت أمام السيد الرئيس في مؤتمر. شايفين دلوقتي كمان نماذج من الأعمال اليدوية للمرأة كانت بتعملها وبالفعل تمت، وبالفعل كمان بتنزل فيها معارض وبتنزل فيها مشاركة، فالحقيقة نوع من أنواع التنمية المهمة جدا. يعني أعتقد أن السادة المشاهدين اللي شايفينه دلوقتي دي أنوال بتتدرب عليها السيدات، دي ده مركز للتدريب والسيدات بعد ما بتتدرب وبنطمن أنها خلاص بقت محترفة بتاخد النول في بيتها تشتغل في وقت اللي هي تحبه وتنتج، بس كمان بتبقى ملتزمة بحد أدنى من الانتاج عشان انا كمان مش تاخد الدخل الشهري يعني بمقابل، وانا كمان ما بديهاش النول لمجرد اني بديهولها، انا عايز اضمن انه يغير تغيير فعلي في حياتها. يمكن الصور دلوقتي جايبه شايفين المنتجات جميله جدا، والمنتجات دي كمان انا عايز اقول انها سجاد يدوي خالص، ده بيبقى ليه قيمه كبيره جدا، ودي مصنوعه. الجميل بقى انها مصنوعه بانامل سيدات قرويات في قريه دار السلام مركز يوسف الصديق في الفيوم. الشغل على سياحة التصنيع انه اللي صحيح كل كل كرة تبقى مشهورة زي زمان كده بالظبط. احنا عندنا نماذج كمان في 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 الفيوم دلوقتي، قرية تونس مثلا في الخزف ومنتجاتها. صحيح. البعض بيزور تونس مخصوص عشان يتفرج الخزف. صحيح. فاحنا دار السلام ما بتبعدش كتير عن تونس. املنا ان شاء الله قريب ان دار السلام تبقى مزار كمان للي حابب يتفرج، مش بس انه يقتني السجاد اليدوي، اللي عايز يشوف خطوات صناعة السجاد اليدوي والشغل. جميل. طب لو هنتكلم بقى عن كمان مش بس التنمية في الاقتصاد وفي المشروعات الصغيرة والاهتمام بها، كمان التنمية من خلال التحالف الوطني من خلال دعم الصحة، وده جزء مهم جدا، الوعي الصحي والخدمات الطبية اللي بتقدم بالمجان والحرص ان هي فعلا توصل لمستحقيها. حضرتك كلمني برضو عن الدعم الصحي بيكون ازاي من خلال التحالف الوطني. محور مهم اشتغل عليه التحالف من منذ انطلاقه هو تقديم وتوفير الخدمات الطبية المتنوعة. ثلاث مستويات اشتغل عليهم التحالف في جانب توفير الخدمات الطبية. المستوى الأول الوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة للأهالي من خلال قوافل مجمعة أطلق عليها ستر وعافية، وكانت بتشمل شق طبي كبير. كمان بجانب قوافل التحالف المجمعة مؤسسات التحالف بتشتغل كمان
بتنظم قوافل، بتطلق مبادرات. يعني احنا قدامنا نموذج واعد للمبادرات الأهلية اللي اشتغلت مؤسسة التحالف عليها، مبادرة عينيك في عينينا اللي نجحت انها توصل لمليون مواطن مصري وتقدم لهم خدمات الوقاية من الإصابة بالعمى والتدخلات المبكرة، وكل ده كان إطار. الإطار الثاني المؤسسات اللي بتقدم خدمات طبية وبتتبع لجمعيات أهلية زي كبريات المستشفيات اللي بتتبع لمثلا مستشفيات جامعة القاهرة باعتبارها شريك في التحالف، شفاء الأورمان في الأقصر، ودي كمان قدمت خدمات جيدة. المستوى الثالث رفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية من خلال تزويدها بأجهزة ودعمها والارتقاء بمستوى الأداء المهني للفريق الطبي من خلال تدريبات متتالية بتنفذها بعض مؤسسات التحالف للفرق الطبية في المستشفيات. عظيم جدا الحقيقة، يعني عمل جماعي من خلال التحالف الوطني ومن خلال المجتمع المدني ومن خلال كمان المتطوعين اللي طبعا بنقدم لهم تحية شكر وتقدير علشان التكاتف ده يحصل وفي الآخر نشوف الخدمة اللي بتقدم والتنمية اللي بتقدم بهذا الشكل. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عصام على الفقرة وعلى التحالف الوطني، وحضرتك عرفتنا عليه بشكل جميل جدا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.